فكره المدخنيات عندي ان كنت سويت لمناسبه القرقيعان او حق الليله عندنا في دول الخليج معروفه حطيت سويته بشكل تراثي اني حطيت عليه تلي داير مودوره تلي حطيت عليه وبعدين بدا شغلي يتطور على حسب المناسبات عندنا هذا شكله تحطين عليه اشياء تسوينها لرمضان لمناسبات التراثيه عندنا حق الليله توزيع العيد توزيعات الاعراس بالنسبه لليله الحنه يطلبون اشياء تراثيه فانا كنت بدايتي كانت بهالشكل هذا وبعدين بديت ادخل على ديزاينات او ستايلات ثانيه اسوي على حسب الطلب يعني في ناس يطلبون المواليد مدخن يكون على لون وردي اذا عندهم يعني بيبي جيرل يعني فبديت على حسب طلباتهم اسوي ديزاينات ثانيه في ناس يطلبون على حسب لون الميلس مالهم يقول لك ميلس ريايل ميلس حريم على حسب ديكورات ديكور البيت فهني بديت اسوي على حسب الاوردرات اللي تجيني اسوي سامبل من كل شيء واحطه وشي يعني مشى معي الموضوع يعني فبالنسبه هاي بدايتي كانت بالنهاية بيطلع الشكل ويانا بهالطريقة هاي بهالشكل طلع ويانا بس أهم شيء تخلين ما بين كل مرحلة أو كل خطوة بدينا فيها من أول ما اشتغلنا تخلين وقت عشان تضمنين إن كل شغلك يكون نظيف وتمام أنا أخلي بالنسبة لي أخلي وقت نص ساعة ما بين إن أصبغ وأحط الصور بعدين ما بين الصور والورنيش نص ساعة كل مرحلة أخليها نص ساعة فرق بينها عشان أتأكد إن الشغل يطلع مضبوط ويانا وما في شيء يطيح يعني الحين هذا المدخن تقدرين تستخدمينه وحتى بالحرارة ما بيطيح الأشياء اللي عليه ولا بتخترب